استاذه لينا، انا عاوز بس اللي كيف ممكن ان تخدم مصر الان وقياده مصر الحاليه وقوتها صحيح. ودورها الاقليمي الذي بدات تستعيده بهذا الشكل، وشعبيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مصريا واقليميا عشان يخدم الحاله العراقيه. اكيد. دعنا نتفق على حقيقتين في ثواني. اتفضل. من 2011 كسرت خصوصيه الحدود الجغرافيه للحدث. الحدث لم يعد داخل مثلا حدود مصر، لا اصبح ينتقل. من سنة بالضبط مصر فرضت واقع، يمكن أنا كتبتها بالأهرام العربي، وقال مصر مو بس انتخبت واقع عربي جديد، فرضت من عام بالضبط، فرضت 30/6 فرضت واقع عربي جديد بتحالفات جديدة بسياسة جديدة لم نكن نحلم بها. أن تتخلى يعني دول ذات ثقل عربي عن حليف تاريخي في بعد أن شعرت بأن هذا الحليف التاريخي يهدد أمنها شخصيا، واتخذت القرار السياسي الصواب اللي فيه استقلالية عربي، فأنت فرضت واقع عربي جديد على المنطقة. أوكي. فبالتالي في إطار هذا الواقع العربي أنا شايفة أن الخطر الذي الكارثة التي تهدد العراق بسبب السياسات الفاشلة للمالكي تستدعي ضغط سياسي، ضغط إلى يعني مستخدما في أي صورة، يعني ماذا يفعل؟ أنك أنت الآن لست أمام شريك، أنت يعني أنت يعني ماكو شريك عربي الآن بالعراق، أنت تفتقد حاليا على أرض الواقع. شريك تحميه إيران، الرئيس الذي تحميه ثلاث فرق من حرس الثوري الإيراني وفرق الباسيج، فرق القتل والاغتيال، أعتقد أنه لا يستحق أن نطلق عليه لقب رئيس عربي، وهذه تقارير مؤكدة ليس رأيا. يعني تقارير مؤكدة أن ثلاث فرق دخلت. أوكي. فإذا الحل الوحيد هذا التحالف البديع الذي شكلته أحداث المصرية منذ عام يستغل مصر ومحيطها الخليجي يستطيع أن يشكلوا ورقة ضغط على الحالة العراقية. صحيح. والصوت المصري سمع في ليبيا في الشارع الليبي. هناك من أصدقاء من الصحفيين في تونس هناك حالة تذمر أو استياء قد لا تصلنا كثيرا نبرتها، لكن موجودة. نحن للأسف نبدو أمام كل حدث متفاجئين أستاذ محمود. ما حدث في العراق ليس مفاجأة،